السلام عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى إخوته جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الخيرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أيها المسلمون، الأرض هي الوطن، وكلما ارتقى المؤمن في مدرجة التقوى كلما كان أكثر تمسكاً ودفاعاً عن أرضه. ومعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام في يوم هجرته إلى يثرب استدار وقال مخاطباً مكة المكرمة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. المواطنون الصالحون يحبون أوطانهم ويحنون إليها ويدافعون عنها،
ولله در الشاعر القائل: وكم من منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هذا ينطبق على كل الأوطان، أما فلسطين أما بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فإن حب الوطن والصمود فيه رغم كل إرهاب الاحتلال يعني أجرا استثنائيا وموقفا أكثر عمقا وأكثر جدية، والرباط يعني الجهاد ويعني المقاومة، والمقاومة مدرستان أي نوعان. لطفاً في سيارة مرسيدس مسكرة على سيارة مريض بده يطلع، رجاءً خلينا نقوم بهذا الواجب. والمقاومة مدرستان ومستويان. المدرسة والمستوى الأولى يعني المقاومة بالتوكيل، أي أن يتفرغ ألف أو عدة آلاف من الشباب الخير الطيب للدفاع عن الوطن ومقاومة الغزاة المحتلين العنصريين. ودور الملايين في مدرسة المقاومة بالتوكيل والمحبة والدعاء للمقاومين. أما المدرسة الأخرى والمستوى الآخر من المقاومة فهي المقاومة بالشراكة، أي مقاومة الجميع وبالجميع وللجميع، مقاومة الكل وبالكل وللكل، مقاومة جميع الأطياف والتيارات والاجتهادات، ومقاومة جميع الشرائح والمواقع والفئات العمرية. فالمقاومة بالشراكة تعني مسؤولية جماعية تشاركية، وليست كالمهنة هذا طبيب، لأن المقاومة جهاد والجهاد عبادة والعبادة كالصلاة. إذا لا يعقل أن يصلي ألف أو عدة آلاف بينما لا يصلي، لا تصلي أي من الملايين. أيها المسلمون، إن القاعدة الذهبية للمشروع الصهيوني في الماضي والحاضر: أرض أكثر وعرب أقل. أي يسلبون أرضنا ويهجروننا بالعنف الدموي المفرط كما جرى في العام 48، وكما جرى على نطاق أضيق في حزيران من العام 67 في تهجير قلقيلية وعدد من القرى الأخرى. وكما تعلمون يعني قلقيلة هجرت مساء يوم الثلاثاء 6/6 من العام 67، لم يكن في قلقيلة إلا القطط والكلاب وعساكر الاحتلال. لكن صمود ووعي أهل قلقيلة وقيام أهل نابلس بواجبهم تجاه أهلهم وأبناء شعبهم بقيادة بلدية نابلس في ذلك الوقت، والتي كانت تتمتع بالمؤازرة والدعم والتعاون من شرائح كثيرة من المواطنين، أدى إلى عودة أهالي قلقيلة. يعني هم ما عادوش جميعا، لأن بعضهم هجروهم إلى نابلس وبعضهم هجروهم إلى شرق الأردن. وكذلك تهجير قرى اللطرون الثلاث، وهي بيت نوبة ويالو وعمواس. ولليوم يالو بيت نوبة وعمواس فيها أربعة مساجد هدمت، كما هدم الاحتلال مئات المساجد ودنس آلاف المقابر من مقابر أجدادنا وجداتنا، وكذلك مقابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجيال من المجاهدين في مقبرة ماملة بالقدس. لذلك الاحتلال لم يغير قاعدته الذهبية: أرض أكثر وعرب أقل. وأنتم لم تغيروا ولن نغير واجبنا ولا مسؤوليتنا، ولن يتراجع وعينا بخطورة الاحتلال واستغواره وتهديده الجدي على وجودنا. لا حدود لأطماع الاحتلال، فقد قرر مصادرة مزيد من الأرض في جليل، فثار أهلنا في العام 76 وعرف ذلك اليوم بيوم الأرض، أي قبل 43 عاماً.
من الضروري أن ندرك وأن يذكر بعضنا بعضاً أن الاحتلال لا حدود لأطماعه. يعني بذكر أبناء جيلي وربما الجيل اللي بعدينا أن كانت إذاعة إسرائيل دائماً دائرة طاولة المفاوضات، بس تعالوا على طاولة المفاوضات، جينا على دائرة المفاوضات، مدينا إيدنا، ابتلعوا اليد، بعدين ابتلعوا الذراع، بعدين ابتلعوا الساعد، بعدين أصبحوا بدهم يبتلعوننا جميعاً. يعني نحن للتاريخ انحزنا من أجل قضية السلام وحد وقف لوقف ووضع حد لوقف الدماء، لكن مع ذلك الدماء لم يتوقف الاحتلال عن سفكها، أرضنا لم يتوقف الاحتلال عن سلبها، مساجدنا ودرتها المسجد الأقصى المبارك مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم ومكان عروجه إلى السماء لم يتوقف الاحتلال عن استهدافه وعن تدنيسه، بل قام بتصعيد محموم مبرمج للسيطرة على مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك الاحتلال مش انه بيستهدف يعني الارض اللي بريحة وفي الخان الاحمر واللي في لا، بيستهدف ارضنا اللي موجودة ايضا بالجليل، فوق ما انه يعني سلب ارض ويريد ان يسلب المزيد. لذلك في قرية اسمها العراقيب هذه بالغور عند بير السبع، اهلنا اهل البلاد هدموها 138 مرة بيجوا بيهدموها، بيصير تتركب والأطفال والنساء والجدات جيل الجدات وما إلى ذلك، بعودوا أهلنا بالعراقيب وغير العراقيب بيبنوا خيم وسقائف مرة أخرى. آخر مرة كانت المرة 138 كانت بالعاشر من يناير كانون الأول ماضي في شهر واحد، بجوز اليوم أو بكرة أو ليلة الماضية بيجي الاحتلال بهدها. طب ليش بهدها؟ هو لا يريد أن يكون أحد في هذا الوطن. قاعدة الذهبية كما أشرت قبل قليل، أرض أكثر وعرب أقل، وإذا كان لابد من وجهة النظر الصهيونية والفكر الصهيوني إنه في عرب فليكونوا نسبة قليلة أقل من 7%، وإنهم يعملوا مجموعة من الناس خدم لدى المجتمع الإسرائيلي، لدى العنصريين، لدى المحتلين. لذلك عندهم القاعدة الأساسية العربي الجيد والعربي الميت، وإذا ما كانش ميت بمعنى إنه تحول من إنسان حي إلى جثة فليكن ميت في وعيه، في أخلاقه، في وضعه النفسي. أيها المسلمون، يا عباد الله، سطر الفدائيون بطولات تاريخية في معركة الكرامة التي جرت في مثل هذا الشهر من العام 68. ومين اللي سطر ومين اللي سقط؟ من واجبنا أن نذكر بأعلى درجات الإجلال والاحترام والوعي والوفاء، أذكر عدد من شهدائنا من نابلس وهم تيسير هواش أبو الشريف، عبد المطلب الدنبك، محمد رياض الخياط، إبراهيم حسن حلاوة، وفي عنا شهداء من حجة وطوباس وكفر قليل وجوريش وياصيد. طبعا شو علاقة، يعني أجمل ما قرأت عن علاقة نابلس وغير نابلس بالقرى المحيطة ما كتبه المرحوم الدكتور الإنسان المفكر وليد القمحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال لما كتب عن نابلس وشبه علاقة نابلس بالقرى كالسوار الذي يزين المعصم. طبعا احنا لا يحق لنا ان نتحدث عن شهداء نابلس،
وإنما نتحدث عن شهداء فلسطين، ونتحدث عن شهداء أمتنا، ونتحدث عن شهداء كذلك المسلمين، ونتحدث عن جميع الشهداء الذين يتصدون للاحتلال والاستعمار والطغاة والمجرمين والفاسدين في جميع أنحاء العالم. أيها المسلمون، صمود، كل صمود كرامة أمام إرهاب المستوطنين العنصريين، كرامة لنسائنا اللائي يحملن الكاميرات لتوثيق وتعرية عنف وعدوانية وهمجية الاحتلال، كرامة لكل من يصمد أمام ضغوطات أمريكا ويعمل على إحباط صفقة القرن التي تعني تصفية قاسية للوطن والشعب والقضية وإقرارنا بتزييف التاريخ. يعني لما كنا بالسجن وأنا واحد من هالناس، الله سبحانه وتعالى يكتب مزيد من الوعي والصمود والرباط والفرج لجميع أسرانا وأسيراتنا. كنا إحنا معتقلين وعارفين إن إحنا معتقلين، لكن كنا دائماً على وعي، إحنا أصحاب الأرض ونحن أصحاب القضية، وقضيتنا محقة عادلة. شو بده الاحتلال الآن؟ يسلب مزيد مما سلبه. نيجي نقول له أنت لا يا عمي، أنت المحق وإحنا غلطانين. لن يصل أحد منا إلى هذه الدرجة، إلى هذا الدرك، وسنبقى على إيمان وعلى وعي بأن هذا الوطن وطننا كما كان وطناً لأجدادنا وجداتنا الذين زرعوا سهوله وجباله بشجرة الزيتون المباركة، سيبقى لأولادنا وأحفادنا وأجيالنا القادمة بعون الله تبارك وتعالى. وهي كرامة أيضاً لكل أب وأم يحرصان على تعليم ابنهما أو بنتهما رغم قلة ما في اليد، كرامة لكل طبيب أو خبير يؤثر البقاء في الوطن، كرامة لكل مواطن، كرامة لكل من يقول لا للانقسام. ونحن لا نريد أن نهاجم أحداً، لكن طريق الخلاص من الانقسام وإفرازاته وآثاره السيئة أن نعيد الحق لأصحاب الحق. من أصحاب الحق؟ أنتم الناس الناخبون. من سنة 96 لليوم مفروض أنه يكون عندنا الآن المجلس التشريعي السادس، وتبقى 10 شهور فقط أن يكون لدينا أن ننتخب المجلس التشريعي السابع. يجب أن لا يتهرب أحد من حق الشعب والناس والشباب في الإصلاح، في التغيير، في أن نرسي قواعد النقد البناء، وليس التشهير وليس القذف وليس السباب. لأن الله تبارك وتعالى نهانا أن نسب الكافرين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا بغير علم. عباد الله، مهما تعرضنا إلى إرهاب وعربدة الاحتلال القاسي العنصري المتوحش، فإن ذلك أهون بكثير بأن نعيش في الشتات وفي المنافي كما يريد الاحتلال. ونحن قد من شرفنا الله سبحانه وتعالى أن يكون وطننا هو وطن بيت المقدس وأكناب بيت المقدس، كلنا، كل واحد فينا يجب أن نحاول أن يتمتع بمزيد من الوعي ومزيد من الصبر والتكافل والتضامن ووحدة الصبر. وبالتالي بدنا نتحمل يعني هذه قرصنة الأموال التي قام بها الاحتلال ويقوم بها الاحتلال، مما أدت إلى ارتدادات أزمة الرواتب. بدنا نحاول كلنا بوعي وشرف واتحاد وتضامن وتكافل إنه إحنا نجتازها، أن الاحتلال بده يريد أن يكون بعثنا فيما بيننا شديد، ولكن لن تكون مقاومتنا
وموقفنا وتحدينا إلا هذا إلا العلة في وجه هذا الاحتلال الذي يريد لنا مزيداً من الويلات ومزيد من برامج التهجير. وختاماً، كما قال الشاعر: إن أجمل الأيام التي لم نعشها بعد، وإن أجمل الأطفال الذين لم يولدوا بعد. وكما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فيفوز المستغفرين. ادعوا الله وأنتم مقلون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، أنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعل فضل كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بنا وبإسلامنا وقرآننا وسنتنا ووطننا وأمتنا وقدسنا وبغدادنا ومدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا ومساجدنا وأرضنا خيرا، فعنه يا حي يا قيوم. ومن أراد بهم شرا فخذ وأخذ عزيزا مقتدر، إنهم لا يعجزونك، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شيخ خليش، شيخ جسر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعد. استقيموا إلى الصلاة، يرحمنا وإياكم الله. تراصوا، استووا، اعتدلوا. رحم الله امرئا ساوى نفسه، ساووا الصفوف وسدوا الفرن. استقيموا، اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر.
سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.